ابتعد عن سيد شفيع، لا أحد يسحق مستشاري غيري. أنت أنقذتني يا بسيط. بالطبع، قلت سأفعل أي شيء تريده مني. يا بسيط، في البداية ظننت أنني سأموت هنا بسبب غبائك، لكن بعدها تحول الأمر لتجربة جميلة. ظننت أيضاً أننا سنموت. إذا أخبرتني منذ أسابيع مضت أنني سأكون هنا معك الآن نرقص خلال ماذا؟ نحن نرقص؟ حسن، أنا أرقص وأنت تتبعني. أيها الغبي، هذا يعني أن سيقاني تحسن. يهو شفيت، يمكننا أخيرا العودة إلى كامب كورال. تريد أن تعود؟ بالطبع أريد، بأسرع ما يمكن. ظننت أننا سعيدان هنا. أنت أخطأت، سنغادر. لا أريد المغادرة، هذا البيت الوحيد الذي أتذكره. انظر، صنعت لك كلارينيت من أوراق الأشجار، صوته رائع. اسمع. هذه أعشاب سامة. هذا يفسر الحكة. بسيط، سيقاني ثانية. آسف يا سيد شفيع، هل هذا يعني أننا سنبقى؟ لا، لن أنتظر، سنعود إلى المخيم حتى إذا اضطررت لحمل طوال الطريق. حسناً، لا بأس، لكن سنحتفظ بالمكان كبيت للإجازة ويمكننا تأجيره. غرفة نوم واحدة في هذا الحي، حظا طيبا. مهلا. سننجح يا صاحبي. لا يمكنني، لا يمكنني السير أكثر. أوه لا، هذا هو، سوف نموت هنا في وسط كامب كورال. أوه يا فتى، وصلنا. أهلا يا رفاق. هذا فقط؟ أهلا يا رفاق، لماذا لم ترسلوا فرقة للبحث عنا؟ كنت عالقا في صخرة خشبية مضحكة لأسابيع. نرسل فرقة بحث؟ لماذا نفعل ذلك؟ ولما أنتما تستمتعان بلعبة المنزل؟ يمكنكم سماعنا؟ لا يوجد حبوب فول في آذاننا، كنتما قريبين. على الأقل يمكننا الحصول على بعض الطعام الحقيقي، هيا بنا. أرجو أن يكون لديهم تراب.